طيب تعالوا بقى نروح لخبر او حدث. احنا طبعا تابعنا على الفيسبوك الطفل الصغير ايضا كمان يمكن استضافته بعض البرامج اللي كان بيشكو للمعلمه وبيقول لها انا عايزه انام ربع ساعه، وللاسف الناس تداولوا الفيديو على انه حاجه كوميديه، والفيديو ما فيهوش اي حاجه بتضحك خالص على فكره، لان يعني الطفل هو طفل صغير بيتكلم على قد عقله وله ظروف معينه. تعالوا كده بس نشوف جزء من الفيديو ونرجع للتعليق، وهقول لكم كمان البيان اللي اصدرته وزاره التربيه والتعليم. ايه يا حبيبي، ايه يا حبيبي، شويه وهتروح، طيب شويه وهتروح، شويه وهتروح. ايه يا حبيبي، ايه يا حبيبي، شويه وهتروح، طيب شويه وهتروح، شويه وهتروح. طبعا ده ما فيش حد بيتعامل مع طفل في المرحله العمريه دي بالشكل ده خالص. المدرسة اللي موجودة في الفصل كانت ماسكة في ايديها عصاية، دي يعني انا مش عارفة برضو، يعني دي غريبة جدا، والمفروض ان احنا داخلين يعني في مرحلة جديدة في تطوير التعليم، انا مش عارفة هي بتعمل ايه بالظبط. تعاملها مع الطفل برضو شكله غريب جدا. الولد طبعا كان بيقال ان هو كان تعبان او رجله تعبانة او كذا، وكان تعبان فعلا، هي استهترت بكلام الطفل وما تعاملتش معاه بطريقة تربوية صحيحة، ولما اكتشفت ان في حد بيصورها زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو نزلت العصايه تحت. ده طفل في مرحله ابتدائي، ما ينفعش خالص بكل الاشكال ان انا اتعامل مع اي طفل في اي حته في الدنيا بطريقه غير ادميه مهما كانت ظروف هذا الطفل ومهما كان هو مين. البيان اللي اصدرته وزاره التربيه والتعليم هلقيه على حضراتكم حالا، حيث صرح الاعلامي احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني بشان ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائيه، واللي بيظهر في الفيديو ده طالب في سنه اولى ابتدائي بمدرسه منيه السرج الابتدائيه التابعه لاداره الساحل التعليميه، وهو في حاله بكاء وطلب من المعلمه زي ما احنا شفنا كده تركه للنوم، وظهرت المعلمه في ايديها عصا وبتعامله بطريقه غير تربويه مع كل التلاميذ. طبعا بيقوم احد المعلمين بالمدرسه ويدعى ميم عين بالتصوير ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هذا، وقد قامت الوزاره باجراء التحقيق والمتابعه اللازمه. صدر قرار بمجازاه كل من عين ميم مدير المدرسه الابتدائيه التابعه لاداره الساحل التعليميه بالخصم 3 ايام للتقصير في الاشراف، وسين عين معلمه الفصل بالخصم 5 ايام من راتبها للتعامل باسلوب غير تربوي، وسين صاد عامله بذات المدرسه بالانذار لتواجدها بدون سبب داخل الفصل، هي كانت موجوده في اثناء الحصه يعني، وميم عين معلم بالخصم 10 ايام من راتبه لقيامه بتصوير الواقعه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع طبعا نقله لديون الاداره بذات الدرجه والوظيفه اتنقل يعني. طيب برضو تعقيبا على الكلام ده يا جماعه، بغض النظر عن اللي حصل، احنا شيرنا الفيديو على اساس ان هو حاجه كوميديه او حاجه بتضحك، هو الفيديو ما بيضحكش نهائي. الاستهتار بمشاعر وعقل الاطفال يعني جريمة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال. احنا طبعا بنشكر وبنحيي وزارة التربية والتعليم على اتخاذ الإجراء اللازم، ولو سمحتم أي حاجة زي كده يعني نبلغ الجهات المتخصصة، ما نعملش كده ونؤذي مشاعر الولد وأهله على الفيسبوك، لأن ده في الآخر طفل في ابتدائي. هذه الواقعة للأسف الشديد خليني أقول لكم أنه عمره ما هينساها، وعمره ما هينسى أن المدرسة اتعاملت معاه بشكل غير أدمي، لأن طفل عنده 5 6 سنين ما بيقولهاش حاجة، هو بيقولها أنه تعبان وعايز ينام بس، هو ده اللي حصل. هي بقى طبعا التعامل ما كانش على المستوى المطلوب.